يعطيك العافية. مع أخوي أحمد رحيم. يلا. بسم الله. أول شيء الله يطول عمرك يا أبو ناصر. الله ولا يهينك. ولا. صراحة ما قصرت تعبت. لكن الشيء تقول شو استفدنا؟ استفدنا طال عمرك أول شيء المجموعة كان عندها دافع قوي للتمثيل. هذا الشيء الأول، كان عندنا دافع قوي للتمثيل. ولا ننسى أستاذ حمادة صراحة كان يمسكنا يجيدنا شوي، يقول عطوا ما عندكم للجميع طبعا. لكن الشيء الثاني اللي استفدناه بالتمثيل، سعد ما يقول اسمك، فهمنا الفكرة. يعني مسرحيتنا من العيال ذاك اليوم فهمنا الفكرة فعطينا من عندنا. حلو، عرفت كيف؟ فكل واحد يعطي قطة الثاني يفهمه ترجل. صار في تناغم بين تناغم قوي. فأكثر شيء استفدنا منه وش هو؟ العدد القليل. حلو، العدد القليل 4 إلى 5 أشخاص، وبإذن الله القادم أقوى وأقوى، والراهن على الجميع إن شاء الله. إن شاء الله. لأن كل أسبوع يطلع نجم، والأسبوع الجاي أنا وبإذن الله. طيب يلا. أنا كنت في